يا مساء الخيرات على أجمل المتابعين متابعين شركة مجمع الشامل. ونشوف عروضنا لليوم مع الصحون الجميلة هذه، بيكون حجمها وسط، تاخذون 4 قطع بسعر 5 ريال. أيضا في زبديات تاخذون قطعتين، وأيضا في طقم من الصحون من قطعتين إلى 3 قطع بسعر 5 ريال بس. ايضا جيد لليوم القدر السيراميك الجميل هذا باللون الاسود الفخم، يجيكم مع الغطاء، يكون حجمه وسط وسعره 5 ريال بس. الجديد اليوم الزبدية الجميلة هذه مع القاعدة الخشبية، تصلح المكسرات او الحلويات، يكون حجمها وسط، شكلها جدا جميل ومميز، وبيكون سعرها 5 ريال بس. من قسم السلات توفرت السلة الجميلة هذه، سلة خاص كانت منها هذا الحجم المستطيل، وأيضا الشكل البيضاوي، وأيضا في الشكل الدائري، بيكون أحجامها وسط وسعر القطعة 5 ريال. والجديد من قسم الخشبيات توفر ستان صحون خشبي، شكلها جدا جميل، بيكون حجمها وسط وسعرها 5 ريال بس. وفرنا لعيونكم أشكال جديدة من صحون التقديم، أشكالها جدا فخمة في هذا الشكل، وأيضا في منها باللون الذهبي، وفي أيضا اللون الفضي، بيكون حجمها كبير، سعر القطعة الواحدة 5 ريال. توفرت ألوان جديدة من ترانس القهوة والشاي، ألوانها جدا فخمة ومميزة، بيكون حجمها وسط وتحفظ الحرارة، وبيكون سعرها 5 ريال للقطعة الواحدة. في أيضا هذا الحجم اللطيف، يجيكم أيضا منه ألوان، بيكون كميته محدودة وسعرها 5 ريال للقطعة الواحدة. ونشوف المرطبان الفخم هذا، يجيكم مع الملعقة باللون الفضي، في منه هذا الشكل وأيضا هذا الشكل، بيكون حجمه وسط وسعرها 5 ريال بس. ايضا وفرنا لعيونكم برطمانات الجميله هذه قزاز مع الغطاء الذهبي، بيجيكم حجمها صغير فيها 5 حبات، وايضا في الحجم الوسط بيكون فيها 4 قطع بسعر 5 ريال بس. توفر هذا اللون اللطيف من الراسة الثوم، بيكون في منها هذا اللون التفاحي، ايضا اللون الوردي. بمناسبة رمضان وفرنا لعيونكم جيك العصير الجميل هذا بلاستيك، بيكون معاه 4 أكواب لون واحد اللي هو اللون الأبيض منقط بالذهبي، بيكون سعره 5 ريال مع الأكواب. واليوم بإذن الله راح أوريكم كل جديد وصل عندنا للمركز. بداية راح أبدأ معكم من قسم التحف والهدايا، وشوفوا جمال التحف اللي واصلتنا. تحف سيراميك أشكالها مرة روعة، جاية بكذا ديزاين، وجاية باللونين الذهبي والنحاسي، وسعر التحفة الواحدة 5 ريال بس. وشوفوا الحلو الجديد اللي توفر معانا، المجموعة الحلوة هذه للاستحمام، جاية بعلبة بلاستيك، الكوب مع الليفة مع حامض الصابون، وتأخذ المجموعة زي كذا 5 ريال، وجاية بثلاث ألوان، التفاحي والسماوي والفوشي، وسعر العلبة زي كذا 5 ريال بس. والحلو الجديد اللي وصل عندنا من قسم التحف والهدايا، المباخر الحلوة هذه رمضان، أشكالها مرة حلوة، وجاية بالحجم المتوسط، كمان عليها العبارات، وفي كمان الشكل هذا، وسعر المبخرة الواحدة 5 ريال بس. والجديد اللي توفر معانا من قسم ألعاب الأطفال، لعبة الحبل الحلوة هذه، وجاية كمان بالثلاث ألوان، الأزرق والأورانج والفوشي، وسعر لعبة الحبل الواحدة 5 ريال بس. والإيسر على الأغطية اللي تغطي الغسالات الأوتوماتيك متوفرة معانا، وكمان بكذا شكل، سعر القطعة الواحدة زي كذا 5 ريال،
وفي كمان عندنا الأشكال هذه اللي تجي على الثلاجة، المفارش البلاستيك، وفي كمان القماش، وسعر المفرش الواحد 5 ريال بس. واللي يسأل على التعليقات اللاصقة، متوفر معانا بكذا ديزاين في الأشكال هذه، تنفع لغرف الأطفال. سعر الحبة زي كذا ب5 ريال، وفي الأشكال اللي زي كذا تجي متفرقة، 6 حبات ب5 ريال، وفي الأشكال كمان الخشبية نفس الشي سعر المجموعة زي كذا ب5 ريال. وفي الأشكال اللي تجيكم تنفع للمجالس لغرف النوم، وهذه كمان لغرف الأطفال، وسعر القطعة الواحدة زي كذا ب5 ريال بس. ومن نفس القسم متوفرة معانا علاقات الملابس بألوانها الفسفورية الحلوة، اللون الأحمر والتفاحي، واللون الأبيض الشفاف، وتاخذ 6 حبات ب5 ريال بس. وللأسر المنتجة واللي يحب يحفظ الحبوب في العلب البلاستيك، توفر تقريبا بجميع الأحجام في الحجم هذا، هذا حجم صغير يجيكم 12 حبة ب5 ريال، وهذا كمان حجم أصغر نفس الشيء 12 حبة ب5 ريال. كمان في هذا الحجم المتوسط، هذا 6 حبات ب5 ريال. وفي كمان الأشكال هذه جاية باللون الأصفر والأحمر كمان، هذه كمان 6 حبات ب5 ريال، حجمها من صغير إلى متوسط. وفي كمان الأحجام هذه، هذه حجمها أكبر شوية، هذه 4 حبات ب5 ريال، وهذه كمان نفس الحجم وال4 حبات ب5 ريال. في كمان الحجم هذا، هذا حجم أكبر، وتاخذ 3 حبات ب5 ريال بس.